20 مليار دينار ضاعت معالمها بين وزارة التخطيط ومحافظة صلاح الدين، فنين والتي باتت تهب ما تحتاجه بعد مطالبة محافظة صلاح الدين مبالغ ذرعات لاستكمال بعض المشاريع فيها، حتى بادرت نينوى بعدم الممانعة برعاية وزارة التخطيط التي خاطبتها لجنة النزاهة النيابية بمدى صلاحيتها في مناقلة مبالغ من محافظة إلى أخرى، خصوصا وأن نينوى بأمس الحاجة للتمويل مشاريعها. 20 مليار الذي تم نقلها إلى محافظة صلاح الدين، هل هي هبة؟ هل هي مكرمة؟ هل هي من أجل إرضاء الحزب المعين الذي هو مهيمن على محافظة نينوى؟ اليوم على لجنة النزاهة وعلى أي عضو برلمان ممثل هذه المحافظة لفتح تحقيق ومعرفة من هي الجهة التي قامت بإعطاء هذا المبلغ. الحكومة المحلية في واد والمواطن في واد، هذه 20 مليار كانت تصرف على الجسور والمستشفيات، وهذه المدينة لا يوجد فندق ولا مطار. ورغم الكشف عن مناقلة 20 مليار دينار من مخصصات نينوى إلى مخصصات صلاح الدين، إلا أن التوقيت المتأخر في إعلانها أثار انتقادات الشارع الموصلي، معتبريه تسويقا انتخابي لأغراض شخصية. فالكشف عن المخالفات القانونية في المشاريع وتفعيل الدور الرقابي الصحيح قد يجنب المحافظة هدر الأموال. هذه واحدة من أخطاء الإدارية اللي تجري أو العبث اللي موجود في محافظة نينوى ومحافظات العراق ككل. فبدأ النواب حاليا لتسويق الأخطاء، كل واحد منهم يستلم خطأ معين ويبدأ التسويق له، لأن نحن مقبلين على انتخابات، وهذا العمل إذا كان من أجل انتخابات فلا خير في النائب ولا خير في كشفه لهذا الخطأ الإداري أو الفساد. تقسم المشاريع في محافظة نينوى على المناطقية بحسب نفوذ النواب من تلك المناطق، فوت على مركز قضاء الموصل الاستفادة الكافية من هذا التقسيم بسبب إحالة الكثير منها إلى وحدات إدارية متخمة بالمشاريع. بعد غياب مجالس الدور الرقابي لمجالس المحافظات وحل مجالس المحافظات، انتهى ما يسمى بالتخطيط الاستراتيجي لإدارة تنمية الأقاليم أو إدارة الموارد المالية الموجودة على مستوى المحافظات، ولا سيما في محافظة نينوى التي فيها عجز كبير عن التخطيط لهذا الموضوع. هناك أمر واضح وجلي موجود كانطباع عام عند الشارع الموصلي بأن معظم المشاريع الترقيعية لا تعمل على إعادة بناء البنى التحتية. لعل الحديث عن المناقلة المالية من حصة نينوى تكشف عن الصفقات التي تعقد في الخفاء باتفاقيات سياسية بعد أن بات تأثيرها واضحا على إدارة نينوى التي تشهد تدخلات من أطراف عدة. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.